واحد الفيديو ديال واحد مول الطاكسي يعني تعدى على واحد السيده مع ولادها وسميتو كيتكرفس عليها وماشي معقول وماشي من الاخلاق باش يضرب المراه ويضرب السيده ولو يكون كاع يتسالها درهم ولا جوج ولا خمسه ولا 10 يعني هذا خصو التربيه ولا خصو ما باقيش يكون في ديك الحرفه نهائيا لان علاش ساء الناس اخرين اللي هما يعني عاطين القيمه عاطين لديك عاطين المولين الطاكسيات القيمه مزيانه وهذا هرس لهم ديك القيمه ديالهم وهرس لهم كل شيء لان ما كيدار داكشي من سوء الاخلاق. انا خويا الفيديو ما عجبني شتو ديال مول الطاكسي اللي كان ضرب المراه على درهم وحاجه عيب وحاجه عار انها امراه يعني وليه انت راجل ما عطيتيش المثال ديال الرجوله ديالك وحشومه هذا خصو يتربى وحيد من المهنه ديال الطاكسي من هذا الطاكسي راه شرف هذيك راه واحد الدوفوار كيديروا خصو يقد به درهم يكون قال طلب واحد في الزنقه يعطيه حتى جوج دراهم حشومه المراه كتبقى مراه محترمه مراه يعني ضعيفه واخا ضعيفه راه عندها تبارك الله قيمتها دابا كون طاحت دابا عواجت ولادي فين غتوحل عنده واقيلا شي مشكل مع العيالات هذا 100% باسكو باش تتعامل مع المراه بهذيك البشاعه ما كنسميش راجل انا بالنسبه ليا. اي واحد شاف هذاك المنظر ما يمكنش يتقبله، يعني ماشي من الاخلاقيات ديالنا، ماشي من ديننا، مفروض وسائق الطاكسي مفروض انه موضع ثقه ويكون حمايه لاي مواطن بغض النظر على انه يكون رجل او امراه وما بالك بالمراه. يعني هذا يعني لا علاقه له لا بالاسلام ديالنا لا بالحقوق تاع المراه لا كانسان. يعني هذا انعدام الاخلاق و يعني التسيب في التصرفات وهذا الشيء خصو يتحد وخصو يتعاقب عليه. وانا حضرت واحد المره في رمضان مع واحد مول الطاكسي ركبت معاه عجبني لا قبل رمضان في شعبان ركبت معاه وركبت معاه واحد الافريكان جاي حطني هنا في ساحه مارشال قالت لي راه نسيت الله يخليك راه نسيت المصدام ديالي. ناض هو جاوبه واحد الجواب مقنع عجبني قالت لي الله يخليك واش يمكن لك تردني قال لها ودي سير الله يعاونك يعني بون فواياج ما كاين مشكل على بروشين وعجبني بداك لو جيست وما يخيبش هذا راه جابها من يعقوب المنصور حتى لساحه ماريشال وما دام عندها ما والو ما سبها ما والو قالت لي راه نسيت البصدام ديالو اوروزمون هي هزت التليفون ما عرفها واش بصح ولا كذوب ولكن باينه كذوب ولكن هذا عقلاني كيشوف بعيد ما بغاش المشاكل ما بغاش الصداع الله راه يتهم هذه السيده هذه بولادها وصلها وخلصاتو على درهم ودار هذه الحاله هذه يعني هادشي غير مقبول ماشي من المبادئ ديالنا وماشي من المبادئ ديال المغاربه ماشي من المبادئ ديال الناس اللي هما مربين ولاد الناس هذا حاجه من عند الله واش يكون ولد الناس هذا حاجه من عند الله هذا خصو يتعزل ما غاديش نقولوا لي حيد الكريمه لان الكريمه ربما ما تكونش ديالو ولكن خصو التربيه باش ياخذ الاعتبار لواحدين اخرين.